بكم. قم للمعلم وفيه تبيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. غدا يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للمعلم. الاحتفال بهذا اليوم بدأ عام 1994 الإشادة بدور المعلم وتكريما لتلك الرسالة السامية اللي بيحملها المعلم في شتى بقاع الأرض، وتكريما من برنامج مانشيت للمعلمين في شتى بقاع الأرض. أيضا خصصنا فقرة التحقيقات عشان نعرف إزاي ممكن نرتقي بأحوال المعلم ليصبح كما ينبغي أن يكون. وإن شاء الله هيكون في هذه الفقرة معنا ضيف دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. خلينا نبدأ الأول بأبرز ما جاء في صحف الغد، وطبعا اهتمامات كبيرة من الصحافة بذكرى 44 لانتصارات أكتوبر. خلينا نبدأ باليوم السابع، وطبعا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي. بتقول السيسي بيقول روح أكتوبر سلاحنا للتنمية ومواجهة أعداء الحياة. الرئيس يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول وناصر والسادات في ذكرى 44 من حرب أكتوبر، ويؤكد نصر أكتوبر انتصار على اليأس والإحباط. ويوجه خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة التحلي بأقصى درجات التأهب والاستعداد القتالي. ما زلنا بنتحدث عن الاحتفالات بنصر أكتوبر العظيم وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة في هذه المناسبة. روزا يوسف كتبت تحت عنوان مصر على قلب رجل واحد. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان احنا بنخوض معركة ضد الإرهاب لا تقل شراسة عن حرب أكتوبر وضراوتها عما واجهه الآباء والأجداد على مدار تاريخ أمتنا العظيمة. هذه المعركة بتلزمنا ان نكون جميعا على قلب رجل واحد حول الوطن. الرئيس أكد أننا عازمون معا على أن نستلهم من روح أكتوبر وعبقريته ما يدفعنا نحو تحقيق المزيد من الانتصارات، سواء في مواجهة أعداء الحياة والإنسانية أو من أجل تحقيق الازدهار والتنمية. وقال ثقتي في عبقرية هذا الشعب العظيم بلا حدود ويقيني في قدرته مطلق. ومن الاحتفالات بالانتصار منذ 44 عام إلى الانتصار على أي ظرف صعب يمكن أن يمر به المواطن من أجل تقدم البلد. من الأخبار بتؤكد أن مصر على الطريق الصحيح للتنمية والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد. جريدة اليوم السابع كتبت خبر مهم جدا بعنوان بشهادة البنك الدولي مصر تتقدم في محاربة الفساد وسيادة القانون. الحكومة توافق على قانوني نقابة الفلاحين والبحوث الطبية وتحيل اتفاقية المساعدات الأمريكية ب 150 مليون دولار إلى البرلمان. ومن التصريحات الهامة للدكتورة سحر نصر بنقرأ من الشروق تصريحات لها بتقول على لسان وزيرة الاستثمار مليار دولار تدخل خزانة الدولة نهاية العام الحالي. من أخبارنا الاقتصادية أيضا بنقرأ من روزا اليوسف على لسان الملة وقف استيراد الغاز نهاية 2018. وزير البترول قال إن مصر تركز حاليا على تحقيق هدفها بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتوقف عن الاستيراد نهائيا نهاية العام القادم اللي هو 2018. هنروح لخبر مهم هيكون له مردود كبير على قطاع السياحة واللي بيؤثر إيجابيا على الاقتصاد. هنقرأ من الأخبار رحلة العائلة المقدسة بتروج للسياحة المصرية من الفاتيكان. على رسالة وزير السياحة اللي رحب طبعا يحيى راشد اللي رحب بإعلان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان برحلة العائلة المقدسة كأحد أنواع الحج الرسمية المسيحية، وقال إن هذا الإعلان بيروج كثيرا للسياحة المصرية في كل دول العالم. مسؤولون طبعا وخبراء في قطاع السياحة قالوا إن تصريح بابا الفاتيكان كيف أخاف من أن نأتي إلى بلد احتمى بها المسيح بيؤكد هذا التصريح طبعا على شجاعته، ويشير إلى طمأنة ما يقرب من مليار وتلتمائة ألف نسمة حول العالم على أمان مصر. هنروح على طول دلوقتي لفقرة الكاريكاتير. كاريكاتير من الغد الأردنية بريشة الفنان الجعفري عن تعامل الإعلام الغربي مع حادث لاس فيغاس.
عن نفس الموضوع ولكن من الاتحاد الإماراتية بريشة الفنان شريف عرفة. وكاريكاتير للفنانة أماني هاشم من روزا اليوسف عن كروت الشحن. أما اليوم السابع فكاريكاتير عن زواج القاصرات. خلينا نروح دلوقتي لفقرة البورصة واللي بنستعرض فيها أفضل العناوين الصحفية والصور وأيضا الإخراج الصحفي وكمان الملفات الخاصة. النهاردة في ملف خاص جدا موجود، يعني هتشوفوه بكرة طبعا في جريدة اليوم السابع اللي خصصت ملف مهم جدا عن احتفالات مصر كلها بالذكرى 44 لانتصارات أكتوبر العظيمة. داخل هذا الملف أجرت الجريدة العديد من الحوارات مع أبطال حرب أكتوبر ليخبروا الأجيال الجديدة عظمة وعبقرية حرب أكتوبر وقوة وإرادة الجندي المصري اللي مارس وما زال على استعداد بالتضحية بكل غالي ونفيس من أجل رفعة الوطن وسلامة واستقلال أراضي. خصصت الجريدة مساحة كبيرة داخل هذا الملف عن دور الفن القوة الناعمة خلال هذه الحرب العظيمة وإزاي خلدت الأعمال الفنية والثقافية حرب أكتوبر من خلال الأفلام والأغاني والكتب لعمالقة هذا الزمن واللي لسه بنشوفها لغاية دلوقتي. أفضل عنوان صحفي عن المصالحة الفلسطينية كان من جريدة الحياة اللندنية اللي كتب تحت عنوان لباقة مصرية لمصالحة فتح وحماس. زي ما قلت لحضراتكم النهارده مخصصين فقره التحقيقات احياء لدور المعلم العظيمه. بعد الفاصل هيكون معانا فقره خاصه عن ازاي ممكن نرفع شان المعلم ليصبح كما ينبغي ان يكون، وضيف التحقيق النهارده دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد. زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة إن غدا بيحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للمعلم. بهذه المناسبة جريدة الدستور نشرت ملف خاص وتحقيق حول ما يعاني منه المدرسون وتحدثوا مع 50 مدرس تقريبا عن أرائهم إزاي ممكن يتم إحياء دور المعلم كي يصبح كما ينبغي أن يكون، وإزاي ممكن كمان المدارس تصبح مهيئة علشان يصبح تربية النشء نفسه كما ينبغي أن تكون. الدستور طلع على حضراتكم دلوقتي على الشاشة وطبعا في عدد كبير جدا من المشاكل والآراء حول كيفية الارتقاء بدور المعلم وحل المشكلات من وجهة نظر الطلبة. المعلمين في كتير منهم اشتكى من عدم القدرة على التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت عكس الطلبة، يعني الطلبة نفسهم ممكن تلاقيهم أكثر تفوق من المدرسين، وعلشان كده في معاناة دلوقتي من عدم وجود مدرس قادر على التعامل بالكمبيوتر. ووزير التربية والتعليم نفسه قال إن احنا هيبقى فيه اهتمام كبير جدا بالكمبيوتر داخل المدارس، لكن عدم وجود مدرس قادر على التعامل مع الكمبيوتر ده يمكن بيأخر الوصول الكمبيوتر إلى المدارس. خلينا نتعرف أكتر إزاي ممكن نتخلص من المشاكل اللي بتحيط بالمعلمين من خلال ضيفنا اللي مشرفنا دلوقتي على الهواء مباشرة دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بك. سيادة الوزير، يعني احنا بكرة طبعا بيحتفل العالم اجمع باليوم العالمي للمعلم، يعني في السعودية في احتفالات وتكريم للمعلمين، الامارات نفس الحكاية، مصر ازاي بتهتم بالمعلم الكفء علشان نوضح ان في معلم كفء ومعلم يسيء لهذه المهنة، فبالتالي يكون المعلم الكفء هو السائد ويكون في احتفال به وتتويج حتى يتم احياء الدور الكبير والمهم للمعلم. والله زي ما احنا بنقول دايما، اولا كل سنة والمعلمين الاجلاء كلهم بخير،
ده عيدهم جميعا وكلنا بنحتفل بيه. احنا يمكن مظاهر الاحتفال عندنا عملية اكتر، احنا النهاردة يعني خلصنا كل الاجراءات عشان نبدأ في تنمية قدرات المهنية لحوالي 500,000 معلم زي ما وعدنا في 10 شهور القادمة، عشان نستعد لتنفيذ اهدافنا من نظام تعليم جديد على سبتمبر 18. فالنهاردة بالتحديد خلصنا كل الإجراءات دي، وبنحاول بقالنا 6 شهور نعمل لهم إجراءات عملية على الأرض لتحسين أحوالهم من نواحي كثيرة. كان في إرث كبير من المشاكل الإدارية ومن مشاكل في الترقيات وفي التثبيت وفي الاغتراب وأشياء كثيرة من هذا النوع، حاولنا نحل أكبر قدر ممكن في الأسابيع القليلة الماضية. النهاردة زي ما قلت لحضرتك اتفقنا على الخطوات اللمسات الأخيرة لبدء مشروع المعلمون أولا لحوالي 500,000 معلم، فدي طبعا عدد ضخم جدا. الهدف منه هو تمكين المعلم من التقنيات الحديثة ومن وسائل التعليم الحديثة، فهو تدريب جاد جدا وهنمشي فيه بسرعة شديدة بإذن الله في الشهور القادمة. تحدثت كثيرا سيادة الوزير عن أن هو لابد أن يكون هناك حصص في المدارس مخصصة للكمبيوتر، لكن الحقيقة المدارس بتشتكي أن ما فيش مدرس مؤهل للتعامل مع الكمبيوتر، وأن الطلبة بتكون متفوقة كثيرا على المدرسين. إزاي ممكن نحل هذه المشكلة؟ طبعا التدريب بتاع المعلمين اللي ذكرته من دقائق بيستهدف، هو مبني على نظام عملته اليونسكو منذ سنوات لتنمية قدرات المعلمين في استخدام التقنيات في التعليم، وده زي ما قلت لحضرتك هنجري فيه لهذا العدد من المعلمين. بس بالتوازي مع ده طبعا انا بدعو المعلمين ان هم يهتموا الحقيقة بتنمية قدراتهم في هذا المجال، لان فعلا ولادنا مطلعين على التقنيات دي ومعتادين عليها، وبالتالي لازم ندخلها في طرق التدريس والتعلم. واحنا عملنا حاجة زي بنك المعرفة وربطناها بالكتب، وبنحاول ندعو الطلبة الى انها تستخدمها، والمدرس له دور اصيل في هذا. فالكتب اتغيرت ونظم التعلم اتغيرت، واحنا بنعد نفسنا لشيء جديد جدا. فقدامنا يعني مرحلة حوالي 10 الى 12 شهر قبل ما نشوف نتائج التطوير ده، بس احنا بنبدأه الحقيقة من النهاردة، فيمكن التوقيت مناسب ان احنا بنبدأ مرحلة الاعداد دي في يوم الاحتفال بعيد المعلم. المدارس اليابانية فندم حضرتك مهتم بيها جدا، وطبعا سيادة الرئيس في غاية الأهمية بالنسبة له هذه المدارس، لكن عايز أعرف نوعية المدرسين اللي هتكون مؤهلة للتعامل مع الطلبة داخل المدارس اليابانية. هل هتبقى مدرسين من داخل مصر ويتم تدريبهم كما ينبغي أن يكون، ولا من خارج مصر، يعني مدرسين أجانب؟ لا لا لا، احنا بنهتم بتنمية قدرات المعلم المصري، فاحنا بعتنا اول وفد راح اليابان من 40 من المدرسين المصريين، قضوا 3 أسابيع هناك، عرفوا الاسلوب وتمرنوا عليه ورجعوا دربوا زملائهم في مصر. فكل المدرسين العاملين في المدارس اليابانية اللي هتفتتح ان شاء الله بعد ايام كلهم مصريين من مدرسينا اللي لقطوا التدريب ده وتمكنوا منه، وان شاء الله هنبتدي التجربة 15 اكتوبر في 8 مدارس، وهنكبرهم الى 15 مدرسة بعدها على طول، فبحيث النص السنة الاولاني هيبقى فيه ان شاء الله 15 مدرسة بمدرسين مصريين تم تدريبهم على هذا النموذج الياباني. طيب سيادة الوزير، لسه في مشاكل في المدارس نفسها، ويمكن دي بتأثر مش بس على المدرس، بتأثر كمان على الطالب. امتى هيبقى عندنا ملفات المدارس منتهية، ملفات المدرسين منتهية، ملفات الطالب نفسها منتهية؟ يعني اكيد الوزارة بتشتغل على كل هذه الملفات في آن واحد، لكن ملفات المدارس يعني اعتقد انها من الأهمية جدا ان يتم حلها في اسرع وقت ممكن. والله بصي حضرتك، الدولة بتبذل قصارى جهدها، وسيادة الرئيس طلب مننا إعداد 100,000 فصل السنة دي في موازنة الدولة، بالإضافة إلى المدارس اليابانية ومدارس النيل وكده، ولكن طبعا في زيادة في تعداد السكان بريت عالي جدا جدا زي ما سمعنا في المؤتمر الأخير.
فمهما عملت الدولة عدد السكان سابقها كمان يعني. عدد المشاكل اللي حضرتك ذكرتيها في المدارس وفي الصيانة وفي الكثافة وفي المناهج وفي الامتحانات وفي المدرسين ده ورث 50 سنة. فأنا بس عاوز أقول للناس إحنا فعلا شغالين على كل المحاور، بس ده مش مسألة حاجة تخلص في شهر أو في اتنين، فإحنا هنصبر مع بعض لأن الوصول إلى هدفنا من تطوير التعليم هيحتاج سنوات وليس أيام وليس أسابيع. المحاسبة ما تبقاش في أسبوع وفي شهر، لأن حجم المشكلة وحجم المنظومة اللي بنحاول نعالجها من الضخامة إنه هيحتاج عدد كبير من السنين عشان نوصل لقدر من الثبات. ولكن كل يوم بيعدي فعلا بنعمل فيه حاجة إيجابية، حاجة جديدة، المجتمع المدني بيشارك، القطاع الخاص بيشارك، الدولة طبعا حاطة جهدها كله والرئيس بيساندنا، بس يعني كل اللي بدعو إليه إن إحنا نبقى كلنا متفاهمين على حجم التوقعات، سقف التوقعات، لأنه حالة الجدل عالية جدا، وكل ما بنشتغل في اتجاه الناس بتشدنا في اتجاه تاني. احنا ماشيين فعلا في كل ده، بس زي ما حضرتك وصفتيها هي مشكلة كبيرة جدا. مصر فيها 55,000 مدرسة ومش مكفيين، فاحنا بنبني اكتر وبنحاول، بس طبعا كل ده بياخد وقت، واعداد المدرسين هياخد وقت، وتغيير المناهج هياخد وقت، ومع ذلك مقدمين عليه. وبالعكس ده احنا حطينا لنفسنا اهداف صعبة جدا، يعني في سبتمبر 18 عاوزين ان شاء الله ندخل اولادنا اللي في حضانة اولى ابتدائي نظام جديد لازلنا بنعده، وفي نفس الوقت اولادنا اللي داخلين اولى ثانوي هنبتدي نقيمهم بطريقة جديدة مبتكرة جدا، ولادنا اللي في أولى إعدادي هنبتدي نحط في إيديهم كتب توريهم الحضارة العربية والإسلامية وأجدادنا عملوا إيه. يعني شغالين في جميع المراحل العمرية في شهور قليلة جدا، فإن شاء الله طول ما المنحنى إيجابي يبقى احنا ماشيين صح، بس نصبر شوية مع بعض لأن في جزء من ده بياخد وقت ان شاء الله يا سيد الوزير. بس الحقيقه لان يعني ممكن اكتر حاجه ممكن تكون بتشغل البال دلوقتي المناهج الدراسيه يا فندم. على ذكر حضرتك قلت المناهج وكده، مش بس المناهج فيها حشو، ودي طبعا احصائيات اتعملت انها بتؤثر سلبا على عقليه الطالب فبتقلل ذكائه، ده كمان الصور اللي موجوده في المناهج يا فندم بتسبب رعب للطلبه اللي هي في مراحل صغيره، يعني 8 سنوات و9 سنوات في صور بتسبب رعب، الصور الخاصة بالآثار والصور الخاصة بالمومياء. يعني يا ريت حضرتك إعادة النظر في هذه الصور وإعادة النظر في المناهج، لأن طبعا إحنا أولادنا موجودين في هذه المراحل الدراسية، وبقول لحضرتك بيجي لها كوابيس من يعني بدل ما يحبوا مناهج الخاصة بالتاريخ بالعكس بيحصل لهم كوابيس، لأن الصور دي بتؤثر تأثير سلبي جدا. فمش عارفة، أنا أعتقد المناهج دي لابد أن يكون لها من الأولوية يا فندم. والله كل الحاجات اللي حضرتك ذكرتيها ليها أولوية وفي فرق بتشتغل عليها. أنا طبعا ما سمعتش موضوع الصور ده قبل كده، إنما المناهج احنا بنعمل إطار عام للمناهج جديد خالص، وهتبتدي تبان أثاره في الكتب أو في المحتوى نفسه بدءا من العام الدراسي الجاي. المناهج الحالية على فكرة من مستوى الجودة بتاعها فوق المتوسط بكتير. موضوع اعتقاد الناس بالحشو جزء منه جاي من ان التعليم لم يعد ممتعا لغياب المتعة عنه لأسباب كثيرة، وطرق التقييم ما بتساعدش، يمكن احيانا المدرسين بيبقوا ما بيدوش الاهتمام الكافي في بعض الاحيان، ولكن التجربة كلها بتدي هذا الإيحاء. مناهج دول تانية كتير فيها نفس الكم بالظبط، فاحنا بنبالغ شوية لما بنتكلم على موضوع الحشو، مش معناه انه ما فيش، بس احنا كمان بنبالغ. وموضوع الصور اعتقد فيه قدر كبير جدا من المبالغة، ومع هذا احنا السنة الجاية اللي داخلين في الحضانة داخلين على منهج غير اللي موجود تماما، لا علاقة له بالموجود دلوقتي، فاحنا هنغير كل اللي حضرتك شايفاه ده الى شيء لم نراه من قبل، وبالتالي هنصبر مع بعض 10 شهور لان ده صعب جدا يتعمل على ناس اوريدي عدت في المنهج ده، ما نقدرش نقطع الطريق في النص، فلازم نبتدي من الحضانه اولى ابتدائي بالمنهج الجديد، اما اللي موجودين في المنهج الحالي بنطوره كل يوم وبنربطه بمحتوى الكتروني بشكل متسارع جدا، بحيث بعد ما ندرب المعلمين هيبقى المنهج
معظمه بقى الكتروني، مش هيبقى معتمد على الكتاب والحشو اللي حضرتك وصفتيه الحقيقه، وانما هنوريهم عدد هائل من المراجع وهم بقى يختاروا هيعرفوا الماده من من منين، ونرجع لهم المتعه ويكون المدرس رجع لقدراته بتاعت زمان وتتحسن الصوره خلال اشهر قليله جدا ان شاء الله. نظام الثانويه العامه الجديد يا فندم واضح ان في اهتمام من حضرتك بهذا النظام، لكن مش واضح قوي بالنسبه للناس، يعني في تخوف برضو النظام وتغيير النظام، والتغيير نفسه بيخوف. احنا عايزين نوضح ازاي ممكن يكون هذا النظام لصالح الطالب، وهل هيكون في تدريب معين المدرس علشان يتم تأهيله لتدريبه، يعني علشان يكون طبعا مؤهل لدراسة او تدريس هذا المنهج كما ينبغي ان يكون؟ اه طبعا، التدريب اللي وصفته لحضرتك اللي هنبدأه او هنبقى مشغولين بيه ال 12 شهر الجايين متنوع. في تدريب لتغيير أداء المدرس جوه الفصل عموما، وفي تدريبات لمدرسي العلوم والرياضيات مختلفة شوية، وفي تدريبات للمدرسين بتوع رياض الأطفال اللي هيطبقوا النظام الجديد، وفي تدريبات غيرها للناس اللي هتستخدم نظام التقييم الجديد بتاع الطلبة اللي داخلين أولى ثانوي. فاحنا بنتحرك في كل المحاور دي. الناس بتخاف من التغيير طبعا، خوف احيانا بيزيد عن الحد كتير قوي يعني، بس في الاخر لازم نبقى متفاهمين مع بعض احنا بنغير ليه. احنا بنغير عشان شايفين مشكله، لو كنا متفقين ان في مشكله او في مرض لازم نعالجه حتى لو كان الدواء مر يعني، بس لو احنا شايفين ان اللي موجود ده كويس خلاص نسيبه. احنا بنقول ان النظام التقييم الحالي المتمثل في الثانويه العامه أخرج التعليم من هدفه الأساسي اللي هو اكتساب المعارف والمهارات إلى تدريب على إحراز مجموع معين ومقعد في الجامعة. إذا كان هدفنا التعلم والمهارات والمنافسة وإن أنا أعيش حياة أقدر أؤدي فيها وأسام في الإنتاج، يبقى لازم نغير الثانوية العامة. إذا كان هدفنا واعترفنا أنه الوحيد هو الحصول على مقعد في الجامعة سواء اتعلمت أو ما اتعلمتش، يبقى نخلي الثانوية العامة. إذا كنا هنشيل الثانوية العامة لازم نستبدلها بنظام تقييم بديل بيقيس بقى المهارات الحقيقية اللي احنا كنا نفسنا تكون موجودة في ولادنا. ده ما يخوفش خالص الحقيقة، هو احنا بنستبدل امتحان مرعب وحيد فرصة واحدة بعشرات الفرص. وبطمن الأهالي وكل اللي بيسمعونا أنه هذا التخوف من تحكم أي شخص في مستقبل ولادهم عن طريق تحويل النمر إلى أشياء أخرى أو دروس أو كده مش هيحصل. يعني النظم التقييم اللي احنا بندرسها وتقريبا استقرينا عليها خالية من السيطرة بتاعت الأشخاص على النمر، هيبقى تقييم الأداء فعلا شفاف جدا وواضح للطلبة، وهياخدوا فرص كتيرة جدا وما يبقاش عندهم الرعب بتاع الامتحان، بل بالعكس هيقضوا 3 سنين يركزوا فيها على التعليم ويستمتعوا بيه، ونقيس مهاراتهم الحقيقية ونديهم نمر حقيقية، وهياخدوا متوسط درجات يدخلوا بيه الجامعة ويحصلوا على المقعد اللي كانوا بيحلموا بيه برضو. فإن شاء الله التغيير ما يبقاش بالصعوبة اللي مخوفانا قوي للدرجات دي. وفي أي الأحوال كل ده هنعرضه أول ما يكتمل على الناس عشان تبقى شايفاه وشايفة تفاصيله وتطمن للي أنا بقوله دلوقتي. أخيرا يا فندم، يعني حضرتك في خطة من الواضح طبعا جلية أمام المشاهدين للقضاء على الدروس الخصوصية، ويمكن دي كانت بداية لهجوم تعرضت له حضرتك مع بداية العام الدراسي. حضرتك حاطط خطة زمنية للقضاء على الدروس الخصوصية نهائيا؟ هي الدروس الخصوصية مش هتنتهي إلا بانتهاء السبب اللي خلق هذا المرض. السبب هو الثانوية العامة، وهو طريقة الامتحانات المحفوظة اللي ليها شكل اللي خلقت صناعة تعويد الطلبة على كيفية حل هذه الامتحانات. إذا استبدلنا الثانوية العامة بأسلوب قياس مختلف هتروح الدروس لوحدها، مش هيبقى ليها معنى. بما أننا هنبتدي هذا النظام من أولى ثانوي سنة 18، هو الدروس هتفضل موجودة طول ما فيه ثانوية عامة اللي هم سنة 18 و19 و20. يبقى احنا قدامنا 3 سنين لحد، هي هتنحسر من سنة لسنة ولكنها لن تنتهي نهاية كاملة إلا على 2020 تقريبا. لأنه
محتاجين الثلاث سنين دول على ما الطالب اللي في أولى ثانوي يوصل للثانوية العامة أو السنة النهائية من غير الامتحان ده. فإحنا محتاجين السنتين دول علشان تنحسر تماما يعني. يعني سنتين إن شاء الله تنتهي أو تنحسر إلى حد كبير الدروس الخصوصية. عموما يعني كان في بعض الكتب وبعض المجلات بتوزع بالمجان داخل المكتبات دعاية للمدرسين وللمراكز الدروس الخصوصية، الحقيقة بدأت تقل، فده نجاح يعني الحقيقة لحضرتك. بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على هذه الإيضاحات، وإن حضرتك اديتنا من وقت حضرتك وأنا عارفة إن حضرتك مشغول، فبشكرك شكرا جزيلا. وهنروح على طول دلوقتي لأهم ما تناولته الصحف العربية والعالمية. الصحف العربية والعالمية لسه بتهتم طبعا بأصداء المصالحة الفلسطينية اللي خدت حيز كبير في شتى الصحف. هنروح لجريدة الشرق الأوسط للكاتب عبد الرحمن الراشد اللي كتب تحت عنوان فتح غزة وسنوات الحرمان، وقال في أخيرا قيادة غزة بتفتح أبوابها وذراعيها للسلطة الفلسطينية في سبيل إنهاء الخلاف وتسلم المفاتيح الإدارية المحلية، اتفاق مهم سياسيا وإنسانيا يحسب لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأول الذي ينجح في عقد عودة مصر عامل سلاح جديد مهم، وهذه أول مرة الحقيقة من وجهة نظر الكاتب يرى بارقة أمل في إنهاء نزاع الأخوة المصالحة وفتح غزة. ربما هي بداية الاستقرار في المنطقة وعلامة على إنهاء الفوضى الإقليمية كما يقول الكاتب. نفس الموضوع لكن من المستقبل اللبنانية اللي كتبت تحت عنوان الوفاق الفلسطيني ينطلق، تبني مصري وترحيب سعودي، الجريدة وصفت لحظة المصالحة باللحظة التاريخية. الصحف الإسرائيلية اهتمت بالمستجدات الحديثة عن المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وأبدت قلقها الحقيقة من توحيد صفوف الفلسطينيين، الأمر اللي بيترتب عليه دفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي هذا الإطار نشرت يدعوت أحرنوت الإسرائيلية تقرير تحت عنوان مصر تعمق دورها في المصالحة الفلسطينية، وقالت الصحيفة أن مصر لعبت دور أعمق في إنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، حيث أشارت الصحيفة إلى جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رأب الصدع بين حركتي فتح وحماس وتوحيد الصفوف لدفع عملية السلام. عن موقف الرئيس الأمريكي من هذه المصالحة ورد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي، هارتس الإسرائيلية قالت ترامب يعتبر نتنياهو عائقا أمام المفاوضات مع الفلسطينيين. الصحيفة ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمثابة حجر عثرة رئيسة أمام تجديد مسار المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ووفقا لما أوردته الصحيفة فإن ترامب توصل إلى أن نتنياهو يشكل عائقا أمام الإدارة الأمريكية لتجديد مسار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. هنروح دلوقتي لأهم ما نشر عن حادث لاس فيغاس اللي وقع يوم الأحد الماضي. مجلة نيوز ويك الأمريكية تساءلت لماذا لم تعتبر أمريكا هجوم لاس فيغاس عملا إرهابيا، وقالت أن السلطات لم تعتبر هذا الحادث أو إطلاق النار عملا إرهابيا رغم مقتل ما يزيد عن 50 شخص إثر إطلاق مسلح النار في حفل موسيقي في المدينة الأمريكية اللي بتعد طبعا أكثر عمليات إطلاق النار الجماعية وحشية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. المجلة نقلت تعليق مسؤول في الشرطة اللي قال في مؤتمر صحفي عقب الحادث بفترة قصيرة أنهم بيعتقدوا أن الهجوم حادث فردي نفذه شخص محلي، وأشارت إلى اختلاف تعريف العمل الإرهابي داخل الولايات المتحدة الأمريكية لأن القانون في نفادة نص على أن أي شخص أو أي فعل ينطوي على اللجوء إلى التخريب أو استخدام العنف لإلحاق ضرر جسدي أو التسبب في وفاة مدنيين، ويعرف القانون الفيدرالي الأمريكي العمل الإرهابي على أنه محاولة غير قانونية لاستخدام القوة أو العنف ضد أشخاص أو ممتلكات من أجل إثارة قلق أو إجبار الحكومة أو الشعب أو أي قطاع سلمي على شيء ما من أجل تحقيق مكاسب سياسية واجتماعية.
عن نفس الموضوع وموقف الإدارة الأمريكية في التعامل مع الحادث، بنقرأ من الاتحاد الإماراتية اللي قالت أن الإرهاب ومنطق لاس فيغاس تحت عنوان هذا أو تحت هذا العنوان، كتب محمد الحمادي بيقول: الإعلام والإدارة الأمريكيتان رفضا وصف هذا الحادث بالإرهاب. وقال أن التحليلات تتمحور حول وضع القاتل المالي وحالته النفسية وظروفه الاجتماعية، ويجب ألا يخجل الإعلام الأمريكي بعد اليوم من تسمية الأمور بمسمياتها. هذا القاتل تنطبق عليه مواصفات الإرهاب والتردد في وصفه بذلك. لا يساعد العالم على القضاء على الإرهابيين، ومن المهم أن يكون لدى الإدارة الأمريكية والإعلام الأمريكي معيار واحد. معنا الآن الخبير الإعلامي دكتور سامي عبد العزيز للتحدث حول ملف التعليم. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا رانيا، وكل سنة وأنت طيبة. وحضرتك طيب، سعيدة جدا بوجود حضرتك معايا، يعني حضرتك كنت أستاذي في الجامعة. ربنا يخليك يا رانيا، أنا الحقيقة كل التقدير لكل فقرات برنامج منشط، لكن يمكن المكالمة جت متأخرة لأني كنت أتمنى أن تحدث هذه المداخلة أثناء وجود وزير التعليم الدكتور طارق شوقي. تتعود يا فندم ان شاء الله يبقى في حاجه قادمه باذن الله. قبل ما اشوف البرنامج على الهواء وقبل ما اشوف الدكتور طارق كنت بكتب مقال اسمه صدمتي في كليتي. كليه اعلام. ايوه سمعت العنوان ده بيقول في ايه؟ صدمتي في كليتي. ليه بقى يا فندم؟ هقول لك يا رامي، انا كنت في محاضره النهارده لطلاب السنه الاولى اللي الحد الادنى اللي جابهم 98% في الثانوية العامة. صحيح. رانيا، هل تتخيلي أنهم لم يكونوا يعرفوا ماذا حدث في لاس فيغاس؟ رانيا أنا بقول كلام واسكت عشان بس أتحمل الصدمة. هل تعلمي أنهم لا يعرفوا أسماء أكبر ثلاث سلاسل فنادق في مصر يا رانيا؟ هل تصدقي أنهم لا يعرفون ماذا يدور حولهم في العالم وهم الحاصلون على 98% في الثانوية العامة؟ يا رانيا أنا كنت عايز أقول للدكتور طارق شوقي أثناء وجوده معاكي، أتمنى أن تكون ما يسمى بثورة تطوير التعليم حقيقية، ثورة في العقل يا رانيا، ثورة في فهم يعني إيه تعلم وتعليم. ما اسموش تعليم يا رانيا، اسمه التعلم. تخيلي يا رانيا نص القاعة كان حوالي 250 طالب، صدقيني أنا خارج من المحاضرة وأنا في راية الألم على إن دول هيبقوا في يوم من الأيام مالهم بيعملوا معاكي في ساحة إعلامية. تخيلي لما يكونوا مفتقرين ومفتقدين أسس المعرفة العامة، أسس حرية التفكير. يا رانيا أنا اتخانقت معاهم، عارفة النهاردة ليه؟ ليه؟ محدش فيهم قادر يقوم يقف يكلمني يناقشني يعارضني حتى يقدم نفسه. هختم كلامي يا رامي اقول ارجوكوا يا بلد بصوا في ملف التعليم بجديه وبجد. رانيا بقولها بصوت عالي، احنا توافق لنا في المجلس الاعلى للجامعات ها على الا يدخل كليه الاعلام الا من يمر باختبار قدرات. دكتور سامي احنا في انتظار مقال حضرتك، للاسف الوقت داهمنا، لكن فعلا يعني راي حضرتك واضح جدا. دكتور سامي عبد العزيز الخبير الاعلامي الكبير، اشكرك شكرا جزيلا، وفي انتظار هذا المقال المهم صدمتي في كليتي. انتهت حلقتنا النهارده، لكم تحيات اسره البرنامج وتحياتي انا رانيا هاشم، والى اللقاء.